انا نسيت اقفل الباب ولا انت معاك مفتاح؟ هو انت عاوز تخبي من مراتك زي ما بتخبي من اخواتك؟ واخبي على مراتي ليه طيب؟ وازاي؟ ثم لمين يعني؟ عارف يا حامد مين الغبي؟ اكيد مش انا. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. على كده بقى الغبي هو الذكي اللي فاكر كل الناس اذكياء. طب اسمع يا زكي، لازم تفهم ان شيت الاكسل اللي بتعمله لحسابات العيله والفلوس اللي بتوزعها اول كل شهر ولا اول كل سنه على اخواتك وبنات عمك ده شريط بتلفه حوالين رقبتك. جوزك مش حرام يا كابر؟ جوزك بيصون ماله ومال اهله ومال اهلك يا كابر. مال اهلي مالكش دعوه بيه، خليك انت في مالك مال عيالي. كونك يا حامد تكب وتكوش وتغرف من فلوس اخواتك وماله، راضيه وموافقه اهو في الاخر كله ليا ولعيالي، انما تلعب بديلك او تفتكر ان عندك ديل اصلا، تحط نفسك في حتت وحسابات وتبيع وتشتري من ورايا، هعرفك مقامك يا زوجي العزيز. انا مقامي كبير يا مقام السيكانتي، وبعدين مالك سخك مهما علينا وشرارك بيطرطش نار ليه؟ هو انت ما بتشوفش روحك والست صفيه موجوده؟ لا ما بشوفش، هبقى اصور نفسي سيلفي ساعتها كده. طب يا حامد انت صغير قوي قدام عينيها مهما نفخت روحك، وهي صغيره قوي قوي قدام عيني مهما اتكبرت وعملت روحها عمده. كويس محل النظارات اللي انت فاتحتها، ويا ريت ما تلتش في السنة دي كتير، هتغيري على عيني وعلى راسي، هتطولي لسانك، مش هيبقى فيها عشرة ما بيننا، ويا ريت تقوم تجهزي لنا الطفح بدل الهري الكذاب اللي ملوش لازمة ده. لا كل انت وعيالك، انا هجهز واروح لابوي. لما تقعدي الطفح هنا يتاكل، الطفح عندكم ينزاح. وبعدين فتحتك ازاي؟ ده اللي انا صاحبك ما بعرفش افتحك بسهوله. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.